من يقول لك الدكتور عاد قبل قليل انجاز مكافحه الارهاب؟ لا 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 على راس مدا اقول لك كعدد كقوه كمدا اقول لك ضربت بها الامثال يا اخي. بس انت مو بس هي بس العدد عندك وجيش وقوه وقتال، شنو المطلوب عندك؟ الجو بيدك، طيران بيدك. طبعا انت اذا تحت السيطره الامريكيه ما تاخذ الجو. هسه انت مدا اقول لك انت من تكون عندك، انا هسه الامريكان غير، انا شلون اقوي نفسي يا اخي؟ خلق اولا يكون صاحبي قرار داخلي مع كل الكتل السياسية، هاي نقطة. ونقطة الثانية يعني انا اقول لك الحكومة خلي يصير عندها يعني قرار. اتمنى مذكرت لك موقف دكتور عادل عبد المنعم راد يحرك للواء ما قدر. الحشد الشعبي انطى 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 دم، ولكن داخل الحشد الشعبي اكو فصائل ما تعترف حتى بالحشد الشعبي. شلون؟ هنا المشكلة فصائل داخل الحشد ما تعترف بالحشد، ما يجي من الحشد. هي باعترافها ومعروفه، مو انا اقولها. هي فصائل ما تقبل بكل شيء. اذا هنا النقطة، سيد محمد الشيعة السوداني شلون راح يتعامل السوداني مع هذا؟ انا اقول لك مع فصائل داخل الحشد لا تعترف حتى. اخوي الغالي الدكتور كان ضمن الاتفاقات انه يكون هو اللي صاحب القرار باتفاق مع هاي الفصائل. هسه جاك متغير. ولكن يعني مع حبي واحترامي، يعني من يصير المصلحة الخاصة فوق العامة، هاي النتائج. المصلحة الخاصة؟ المصلحة الخاصة انه انا اكون انا ابو قرار، انا بكيفي، انا كذا وانا كذا وانا كذا، من الامور اللي تصير الان اصبحت حتى الشارع العراقي ما يتقبلها مع كل الاسف. لهذا السبب السيد السوداني الان مو بس بحراج، يعني حقيقه انت من ترتبط مع دول عالميه باتفاقات ومن داخلك تنضرب، هم صعبه عليه، صعبه كل صعبه. شو راح اقيسه؟ زين انا طلعت من الولايات المتحده بند السابع وراك مقاطعه الدول، انت وين تروح؟ وين تودي البلد؟ وين تروح؟ شو تريد تسوي؟ بيش تعيش؟ انا محور ضمن محور المقاومه. اقول لك هاي انا والله يعني على راسي عم المقاومه، كل شيء له وقته، كل شيء له ظرفه، كل شيء له مرحلته. الان العراقي يريد يجر له نفس يا اخي. العراقي يريد يجر له نفس، يشوف شو حاله حال العالم هاي، كافي عاد.